السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخواتي إخواني، كيفكم؟ إن شاء الله تكونوا بخير وصحة وسلام إن شاء الله. اليوم راح أشرح لكم على برنامج كثير حلو اسمه تشيك 24. تمام، هذا البرنامج كثير حلو وكثير ظريف لكل مين بيحتاج يعمل عقد كهرباء، يعمل عقد تأمين سيارة، عقد انترنت للبيت، عروض موبايل، بده يسافر، حابب يسافر برات البلد هو موجود فيها، في حجوز طيران، في حجوز فندق، ومع الأسعار وكله كامل بيحطوا لكم اياه موجود مع التعريفة والضريبة السنوية، يعني كل الأمور هي كلياتها. صراحة برنامج كتير كتير حلو وكتير ظريف، وبالإضافة إنه بيسهل عليك موضوع إنك أنت إذا عم تدور على أي شيء من هدول اللي ذكرتهم تلاقيهم بهذا البرنامج. تمام، فانا هلا رح اشرح عنه هذا البرنامج وورجيكم شو الطريقه اللي انت مثلا اذا بدك تختار اي شيء من الشغلات اللي حكيناها كيف تحسن تختارها وكيف انك تحسن تحجز هذا الموضوع. تمام، فهلا رح نبلش ورح اوريكم البرنامج كيف طريقه التعامل معه. قبل ما نبلش الله يخليكم، لا تنسوا تشتركوا بالقناه اذا انتم جداد عم تشوفوا هلا الفيديو، ولا تنسوا تعملوا لنا لايك للفيديو وتدعمونا لانه عم بشتغل على فيديوهات وعم حاول اقدم شيء يكون مفيد ومنيح ان شاء الله. تمام، بتشكركم. خلينا نبلش هلا. هلا في عنا هذا البرنامج اللي هو برنامج تشيك فيرنس فانسي. تمام، بنفوت عليه بيفتح عنا هون. هلا مثل ما كن شايفين حاطط هي الواجهه تبع البرنامج، ننزل لتحت. طبعا هون حاطط لنا عروض للسفر، هدول بيجوا دعايات عروض للسفر. تمام، هون الاوتيلات قديش التسعيره هون، هون ضمن مثلا ألمانيا، برلين، هامبورغ، مينشن، عندنا هون هولندا، أمستردام. تمام، عندنا هون مثلا عروض الـ الـ الخط الموبايل السيم كارد. تمام، اللي بده مثلا عروض، هاي حاططنا هون 2 جيجا بايت، 5 جيجا بايت، 10 جيجا بايت، وهي الأسعار موجودة، التعريفة الشهرية. تمام، وبالإضافة تفرجوا يعني في أدوات كهربائية، في ملابس، أي شيء بتحتاجوه موجود. هاي السيارات هون، الدواليب للسيارات، شايفين؟ يعني برنامج أي شيء أنت حابب أنك تدور وتلاقيه بتلاقيه موجود بهذا البرنامج اللي هو تشيك فيرنس فانسي. تمام؟ نحن خلينا حنكون هلا هون بالقائمة الرئيسية اللي هي لنفترض عنا مثلا بدك أنت تأمين سيارة، تكبس عليها يوم بيطلع لك هي اللائحة هون. هون عم يقول لك انه نوي عن جشافتس تيست اوتو، ولا انه سيارة قديمة، انه انت عندك تأمين وبدك انك تعمل تأمين جديد. تمام، مثلا اذا عندك سيارة جديدة بتقول انا سيارة جديدة هلا جايبها وبدي اعملها تأمين، واذا كان عندك انه سيارة انت مأمنها بشركة تانية وبدك تبدل التأمين، انا حكيت بفيديو سابق انه في طريقه هون الواحد بيبدل التامين تبع سيارته على شركه تانية بتاريخ معين بفتره معينه. بامكانكم تفوتوا على القناه اللي عندي وحاطط انا الفيديو مكتوب عليه انه تبديل تامين سيارتك او سيارتك بسهوله. تمام، هذا الفيديو مو شارح عنه، فيكم تشوفوا هذا الموضوع. بس احنا هلا بنرجع لهون، خلينا هون. فمثلا انا عندي تامين، بكبس عليه هون بقول له تغيير فيجلايشن، انه يعطيني عروض للموضوع. هون عم يقول لي انه انت مسجل عنا بالبرنامج ولا مالك مسجل. تمام، انا مثلا انه مالي مسجل، اذا بدي سجل بقول له تسور انميلدونج، انه بدي روح سجل. تمام، اذا ما بدي بقول له اونا انميلدونج وبكبس عليها وبضلني مستمر، بكبس على اونا انميلدونج. هون عم يقول لك هلا بقى انه حط بالله اسم الشركه اللي انت موجود فيها تبع التامين، وتحط له اسم الشركه، نفترض مثلا شركه هوك. انا بنقول له هوك، حدد ومعطيه فايتا. هون بس يكون عندك الصورة تبع التأمين الأولاني تبعك اللي موجود عندك على تأمين سيارتك، في ورقة بتجي هيك، كل من عنده تأمين سيارة بيعرف الورقة هاي، في ورقة بتجي هيك من الشركة اللي انت مأمن فيها، وعم يحاطي لكم فيها انه قديش التسعيرة وكم كيلو بتمشي بالسنة وشو سيارتك وشو أمورك وشو القصص هي. فانت شو عليك تساوي؟ عليك بس انك تجيب هاي الورقة تحطها عندك على هالطاولة وتكبس على هون كاميرا ستارتن. تمام، بس تكبس على كاميرا ستارتن
وهو هون بيقول لك انه صور لنا الصورة. طبعا انت هون بقى بتصور له الصورة بتكون حاططها، بتصور له الصورة اللي لازم انك تصورها تبع التأمين، بس تصورها تمام. بيقوم انت بتعطيه فايتا، بيقوم هو بينقلك بقى شو الصفحة الثانية، بيقول لك صورنا الصفحة الثانية، الصفحة الثالثة، الرابعة، بتصور له كل الصفحات، بعدين بتعطيه فايتا، بيقوم هن بقى بيحسبوا اوتوماتيكيا شو انت عم تدفع تأمين، وبيعطوك العروض الموجودة بالشركات. تمام. هلا انا ما راح افوت على هاي القصه بصراحه لانه الاوراق بعيده عندي وكذا، بس انه هي الطريقه يعني شايفين، يعني كل من عنده تامين سياره بيعرف هذا الموضوع انك انت لازم تحط هالصور هي. تمام، ما راح اطول عليكم، خليني ارجع. نرجع مثلا هلا في عنا بدنا نعمل كريدت، اللي بده ياخذ كريدت. طبعا انا ما بنصح بالكريدت لانه في حرام وفي ربا وفي ضرائب والقصص هي كلياتها. مثلا هاي كريديت بدك تاخذ مثلا انت 20,000، ونفترض مثلا بدك 50,000، حط له 50,000، عفوا حط له 50,000. هون بحطوا لك انه انت خلال قديش بدك تدفعه، خلال 84 شهر، تمام، خلال 96 شهر، خلال 108 شهر، 120 شهر. هون حاطين لك قدامهم كل 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 خيار قديش لازم تدفع شهريا من هذا المبلغ اللي انت بدك تاخده. تمام، يعني مثلا انت بتقصر على 84 شهر لازم تدفع كل شهر 610 يورو لحتى ترجع هذا المبلغ. تمام. هون شو السبب اللي بتاخده للتأمين، حط له السبب لك يا. اذا ما عندك سبب تقول له فخاي في فيندونج، انه ما عندي سبب، خلاص هيك خليه. تمام، اكبس عليه. هون بتقول له بقى كريديت ستارتن، شوف هلا هون عطاني عروض كلها، هي كل كل البنوك اللي بتعطيك اللي بتعطيك القرض. تمام، هلا شايفين عندنا هذا اول واحد اللي هو كريديت في سبونسج زفورت، انه فورا بتدفع بالشهر موناتلي 609 يورو فاصلة 64، هذول الكسور. تمام، وهون هلا عم يقولوا لنا انه انت بتدفع فائده 1.99%، شايفين حاطين عليه اشاره خط، هي كانت. هلا عاملين عرض عليها انه انت بتدفع 0.68% فوائد. تمام، طبعا هذا المبلغ انت بتدفعه بالبدايه، وكاتبين لك هون تحت، شوف كاتبين لك تحت انه بس 5.49% فوائد، هي معناتها انه بيزيد بهالفتره انت اللي عم تقسط فيها المبلغ لحد ال 5.49. تمام، تنزلوا هون بتلاقي عروض كلها موجوده، هي كل شيء عروض عندك موجوده هون، قديش بالمية وقديش بتنتهى بالمية. مثلا عنا بوست بانك، فوت عليه مثلا، هون عم يقولوا لك انه انت حط ايميلك وحط امورك كلياتها هاي. تمام، انت بتحط الايميل تبعك، بس حطيت الايميل تبعك انت بتعطيه فايتا. تمام، بتعبي المعلومات تبعك كل شيء بقى، معلومات بيسألوك اسمك، عيلتك، سكنك، عنوانك، بعدين بينقلوك على الصفحة اللي بعدها، وين بتشتغل، شو بتشتغل، قديش بتقبض، قديش ممكن تدفع كذا، الصفحة اللي بعدها مشان شو بدك يا، شو الأسباب، شو كذا كذا، هيك يعني تتبع كل الخطوات لحتى توصل الخطوة السابعة اللي هي بتكون انه بقى انه خلص. وهون بقى بضمن معلومات بقولك حط رقم حسابك مشان نحول لك المبلغ على حسابك، وهالأمور كلها يعني أمور كتير سهلة ما لها صعبة. يعني بيفوت بتتبع التعليمات. هون عم يقولك هلأ أول شيء فور كريديت أنفراغة بنوتيجن فير ايغا ايميل ادريس، انه انت حط ايميلك مشان نحن تكمل العمليه هي. تمام، فهي بالنسبه لموضوع الكريديت. نرجع، انا ما راح اطول، عم بعطيكم بس مقتطفات مشان تشوفوا، ما بدي اطول الفيديو مشان ما نمل يعني. تمام، عندنا هلا اللي بعدها كهرباء، بدك عقود كهرباء، تفوت على الشتروم بتحط له هون انت مثلا كم شخص انتوا بالبيت، شخص 2 3 5، بتحط مثلا نفترض مثلا 5 اشخاص. تمام، اذا نفترض عفوا شخص واحد، بنقول له هون تحط رمز البريد تبع المدينه تبعك، هون حط لك دغري انه هامبورغ. تمام، وعم يقول لك انه بدك العقد تعمله معنا سنه ولا سنتين، فانت بتقول له مثلا سنه او سنتين، تحط اللي بدك اياه، بدك بونص ولا بدون بونص، وهالقصص هي كلياتها فنحن ما لنا فيها. بنقول له هون يتفق جلايشن، اللي هو يعطينا العروض اللي موجوده لشركات الكهرباء. شايفين هلا اعطاني انا هون العروض الموجودة شركات الكهرباء، يعني مثلا في عنا هي الشركة
اسمها زوفاغ، شركة كهرباء اسمها زوفاغ. هاي عنا مثلا شركة زوفاغ، تفوت عليها مثلا حاطين لك هون انه 38 يورو فاصلة 79 بالشهر، تمام. زي شبارن بتوفر 12 يورو ونص بهذا العرض. حاطين لك هون اسم الشركة، هون قديش بتستعمل وهالقصص هي كلها تبع. في عندك هون شركة فاتنفال، في عندك هون شركة تانية ايفر فاتنفال، شايفين اي شركات كلياتها والعروض موجودة كلياتها عندكم. انتو الشركة اللي بتعجبكم بتختاروها. لنفترض خلينا نقول عجبتنا فاتنفال، فوت عليها، تمام. اي شركة فاتنفال هون وهنا، هاي هون، هون اللي عم يقول لك بقى انه هاي التعليمات وهي العرض اللي موجود لحنا عنا تبع شركة الكهرباء، تمام. انه بدك تدفع زفوت بونوس، هلا هن بيعطوك زفوت بونوس 95 يورو، فيكسل بونوس 96 يورو، العقد هو سنتين، نحن ما عندنا سنتين، من سنة واحدة بتحطه انت بترجع بتحدده سنة واحدة، تمام. انتبه على التعليمات هي كلها. بعدين بتعطيه فايتا، بس تعطيه فايتا انت بيحط لك، حطت كمان نفس القطة، حط لي ايميل، بتحط ايميلك وبتمشي بالتعليمات كلها، بتعبي رقم العداد تبعك والامور كلها هي، تمام. هاي بالنسبة للكهرباء. بالاضافة نفس الشيء شوبينج، بدك تتسوق بتفوت تتسوق اي شيء بتتسوقه هون، شايفين يعني شواحن، دوليب، اي شيء بدك يا بتفوت تتسوقه من هون. نرجع لورا، موبايلات كمان نفس الشيء بتفوت عليه، كمان بتحط له هون موبايلات، حاطين لك انه هندي جيفنش، انه انت بدك تختار شيء موبايل معين، بتقول له نعم، تحط عليها صح، هي صارت يا هون. بقى بتختار الموبايل بدك يا انت، سامسونج جالاكسي، ايفون، الامور كلها. نفترض نقول له ايفون، تختاره. عم يقول لك هون قديش الباقه اللي بدك اياها تبع الاتصال، سيم كارد، تقول له قديش بدك، 15 جيجا، 20 جيجا، 30 جيجا، اللي بدك اياه، تقول له 30 جيجا، تمام. عم يقول لك غوف نمر متنامن، انه بدك تختار شيء رقم انت مميز، تقول له ايه او لا. نحن ما رح نقول له شيء، لا حنقول له يتس فيجلايشن، انه يعطينا العروض الموجوده عندنا، شايفين اعطانا عروض. هلا عم يقول لك هون انه هذا الايفون 1000 برو، ايفون 12 برو، 128 جيجا بايت الذاكره تبعه. عم يقول لك هون هندي اين مالش، الدفعه الاولى من حق الجهاز 214 يورو. عم يقول لك هون موناتليش 56 يورو 99 سنت، يعني 57 يورو، تمام. فهي الامور كلها. مثلا انت عجبك هاد، تفوت عليه للعرض. هاي عم يشرحوا لك العرض هون شو وضعه، الشركه اللي بدك تاخذ الخط اللي هو شركه فودافون، تمام، عن طريق شركه تشيك. هي هون بتختار الالوان بدك اياها، بدك ازرق تختار، بدك ذهبي تختار، اللون بدك اياه تختاره. حابب انت تزيد الجيجايات تبعك، هي حاطين لها خيارات 128 256 512، بتحط الخيار اللي بدك اياه، تمام. بس تعبي كل هالامور هي كلها اللي بدك اياها انت هون. اخر شيء بتعطيه هون سوبشتيلن، تمام، سوبشتيلونج. فانت بتعطي سوبشتيلونج باول بيظبط لك الموضوع. حابب انت تتواصل مع حدا من هي الشركه قبل ما تاخذ الموضوع، هي عندك هون حاطين لك انه هي الموظف اسمها يوليا، تمام، عفوا يولي، بامكانك تتواصل معها على هذا الرقم، تمام. هي بالنسبه لموضوع الموبايلات. كمان نرجع، عندك انترنت كمان نفس الشيء، كمان بتفوت هون هلا بتلاقي عندك في عروض معبى، عروض للانترنت. حط انت مثلا الرمز تبع مدينتك اللي هو 2211، تمام، اعطاك دغري هامبورغ مثلا، مش تغاسي، تحط له الشارع اللي بدك اياه، وبعدين بتعطيه فايتا، بيقوم بيعطيك العروض اللي موجوده عندك للانترنت، تمام. عندك هون الغايزه كمان، هذا كتير حلو الغايزه. حابب تطلع غلاوب، حابب تطلع عطلة، بدك تطلع لشي مكان، لنفترض مثلا هون حاطين هلا تركاي، تمام، حاطين لكم انه طيران بدك اياه يتضمن طيران الف فلوك هيفن وكل المطارات. هون حاطين لك انه من 6 ايام ل 9 ايام الرحلة هي مدتها، وهون حاطين لك التاريخ من امتى لامتى بدك تروح انت. مثلا لنفترض بدنا من 1/7 ل 31، تمام، او ما نحط له احنا 6 ايام، حاطين 6 ايام 1 2 3 4 5 6 7، حط له من 8 ل 15 نختارها، بدنا 8 ايام نقول له ايه 8 ايام، تمام. عم يقول لك هون كم شخص،
تحط له انت هون كم شخص انه انت شو بدك هون؟ بيقول لك هون اول شيء تسمع الغرفه، بدك غرفه غرفتين ثلاثه اللي بدك اياه بتحط هون قد ما بدك مثلا زائد، تمام؟ وبيقولوا لك اذا موجود ولا مو موجود، تمام؟ عندك هون تحت الفاكسين اللي هو كم شخص بالغ، واحد اثنين، هون كيندر اذا عندك اولاد، تمام؟ نحن مثلا حاطين ان شاء الله مدي لشخصين، تمام؟ هاي كل شيء معلومات عبيناها، بنقول له زوخه بحث. شايفين؟ طلع لي العروض كل اللي موجوده بالنسبه لموضوع الرحل هاي. هاي الاسعار كلياتها موجوده عندك، مثلا هون عندنا هذا العرض 1544، الفندق عم يقول لك 5 نجوم، تمام؟ طبعا هذا 8 ايام، العرض 8 ايام لشخصين، شايفين؟ هاي الامور كلياتها، بالاضافه كل ما بتنزل انت لتحت بتلاقي في عروض احلى وارخص، يعني مثلا انت مثلا هلا ننزل شوفوا هذا العرض هون، هذا الاوتيل مثلا اكبس عليه، شايفين؟ حاطط انه هون انه كان السعر 1500 على الشخصين، عاملين عرض 45% ب 820، ليكو دغري نزل هلا 820 يورو، يعني هذا طبعا بيتضمن السفر، بيتضمن تيكت الطيران من المدينه اللي انت فيها او البلد اللي انت فيها للبلد اللي انت رايح عليها، تمام؟ فهي مثلا نفوت على الاوتيل بدنا نشوف صور الاوتيل شو تصميمه، هي تصميم الاوتيل، شايفين؟ بيحطوا لكم بيصوروا لكم مدخل غرف النوم، شو الترتيب عندهم، حلو والله، يعني مو بطال، يعني حلو، شايفين؟ والله مرتب. هي بيحطوا لك كل شيء معلومات انت بدك اياها، اذا عجبك الموضوع تكبس انت هون، وينها؟ هيك تكبس على هون اب 28، تمام؟ تكبس عليها انسجزمت انه هي المجموع كله كامل بيطلع 800 وكذا، بتقول له اوكي. هي عم يقول لك هون الرحله حتكون 8/7 ل 15/7/2021، بنقول له مثلا اوكي، بنفوت عليها مثلا هي الرحله، تمام؟ غايز بغايز بروفونج، تمام؟ هون عم يقول لك بعد ما كبسنا على غايز بغايز بروفونج اللي هي بعدين عم يقول لك تسوبوخونج انه للحجز، تفوت مشان تحجز، تثبت الحجز، شايفين؟ هلا عم يقولوا لك السعر كله مع الضرائب مع اجار التيكت على المطار والقصص كلياتها والقصص كلها هي ب 908 يورو المجموع كامل، تمام؟ انت هون بقى بتشوف هذا العرض، اوكي المعلومات كلها عجبتك كلها، تمام؟ هيك بتقول لك هون سباي اير فاكسين شخصين والمعلومات اللي هي بتتضمن هذا العرض، تمام؟ كاتبين لك مثلا هون اينمال دوبل سما انه غرفه لشخصين مزوجه، تمام؟ دوبل سما انه في التخت شو اسمه لشخصين، ترانسفير اونا تسوق فلوك. طبعا هذا السعر ما بيتضمن اسعار القطارات والقصص اللي بتروح عند هنيك والنقل من المطار وكذا للاوتيل، تمام؟ يعني حاطط لك كل شيء هون، انت بقى تنزل تعبي المعلومات، ايميلك، اسمك، عيلة، تاريخ الميلاد، من ألمانيا، عنوانك، كل الأمور هي كلياتها، وهون الشخص الثاني، تمام؟ بتعبي كمان المعلومات، الشخص الثاني، وآخر شيء بتعطيه يا أنجبوت بير إيميل إرهالتن إنه نعم بعتولي العروضات على الإيميل أو بعتولي هاي القصة على إيميلي، تمام؟ هون بتعبي المعلومات إنه أنت بدك تدفع عن طريق الماستر كارد، تعبي هون تحط رقم الماستر كارد، الأمور هي كلياتها. بدك تدفع زفورت فورا بتدفع زفورت، بدك تدفع عن طريق فاتوره يبعثوا لك فاتوره وانت تحول مصاري تدفع عن طريق فاتوره، بدك تدفع عن طريق الباي بال تدفع عن الباي بال، بعدين بتقول له هون انا موافق على كل عفوا قال هي مثلا اي اذا معك جوتشاين خصم او شيء، لا شايفين اخر شيء حاطين لك هون انه هي السعر لكل شخص بيطلع 454 يورو، تمام؟ بتقول له اوكي تحجز هون بتثبت حجز يس فور دي بوخم انه للحجز، طبعا احنا ما بدنا لها نرجع، تمام؟ هاي بالنسبه للاوتيلات. هون عندك كمان اذا حابب تحجز اذا بس اوتيل بدون طيران تفوت عليها كمان نفس الشيء بتعب المعلومات. هون اذا تستاجر سياره انت رايح على بلد بدك تستاجر منها سياره بتحط هون اسم البلد اللي رايح عليها من امتى لامتى بدك اياها، كمان بتفوت بتعب المعلومات كلها اللي بدك اياها وبتلاقي تختار السياره اللي بدك اياها، تمام؟
هي بالنسبة لهذا البرنامج بصراحة حب يعني أنا سامحوني إني طولت عليكم، بس هيك البرنامج بده يعني. يعني شايفين باختصار أنا كتير اختصرت يعني. فالبرنامج بصراحة كتير كتير حلو وكتير كتير ظريف، وأنا بس يعني بنصح كل الناس تستعمله وتحجز عن طريقه، لأنه برنامج بصراحة كتير حلو وسهل وبيسهل عليك كل الأمور يعني. تمام، فهذا كان الفيديو تبعي لليوم. بتمنى أكون شرحت لكم واستفدتوا من الشرح إن شاء الله. وإذا سمحتوا لا تنسوا تشتركوا بالقناة إذا أنتوا جداد، وعملوا لنا لايك وشاركوا الفيديو وتابعوا القناة، عندي فيها كتير شغلات حلوة ومعلومات حلوة إن شاء الله. بتشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.